كنت بالعيد اخي استديو. صباح الخير لكل متابعي ومحبي قناه زاكروز. في ظل ازدياد اضطرابات التوحد تلعب مراكز الرعايه والتوحد في مدينه دهوك دورا بارزا في توفير بيئه ملائمه لهم وتحسين حياه افضل لهم وخاصه للامراض المصابه بالتوحد. كونوا معنا بهذا التقرير. السنتري ما سنتري اي تي تي اوتيزم تريننج اند تيتشينج. هذا المركز مخصص لتدريب وتعليم أطفال التوحد، فبوجود هذه المراكز لها دور بارز في تأهيل الأطفال المصابين بالتوحد، لأنه لا يوجد علاجات بالأدوية، فقط يتحسنون بالتدريب على يد مدربين مخصصين لهم. لا توجد أسباب محددة للإصابة بالتوحد، لكن الحالة في التزايد. عندنا عدة حالات، عندنا حالات بسيطة وحالات شديدة وحالات وسط، والأعمار تتفاوت من 3 سنوات إلى 12-13 سنة عندنا، وحسب يعني حالة الطفل. أول شيء التشخيص، لازم يكون عندنا تشخيص وبعدين نحن نشوف شنو يحتاج الطفل، وحسب أكو أطفال يعني خلال 3 أشهر و6 أشهر يعني كلش يتطورون، وأكو أطفال يحتاجون سنة وأكثر. وعندنا هواي أطفال الحمد لله متخرجين من عندنا ورايحين للروضة ومتخرجين للمدرسة، بس شنو بالبداية يحتاجون وياهم مدربة اختصاص يعني حالات خاصة. أحيانا يعني يجون أطفال كبرانين ويعني ما معالجيهم، ما مسوي لهم أي تدريب، فشنو هنا بصعوبة. أي أم أو أب يشك بطفلة أنه مو طبيعي أو بيفت شيء يشخصه ويستعجل بيه، نشكت يستعجل راح يتشافى بأسرع وقت. مشاهدينا، أكيد مثل ما شفتوا تدريب الأطفال المصابين بالتوحد، أكيد توصلنا معكم إلى ختام فقرتنا لهذا اليوم لبرنامج نسمة زاكروس. كنت معكم أنا إيمان عبد الكريم من دهوك، والعودة لكم استديو.